إذن أعلنت السعودية عن تقديراتها لميزانية العام 2022 مقدرة الموازنة على سعر برميل، سعر طبعا برميل النفط بمستويات أفضل من التي مرت في العام 2020. كذلك تتحول السعودية من عجز مرت به خلال الأعوام السابقة إلى طبعا تحقيق فائض في ميزانيتها التقديرية للعام 2022. تعود هذه طبعا اللفتة في السعودية إلى تقديرات بارتفاع أسعار النفط، وبالتالي تقديرات بارتفاع الإيرادات النفطية التي ستصب في داخل طبعا الدخل الإجمالي للسعودية. النفقات والإيرادات المتوقعة في معدلات الموازنة والميزانية 2022، تتوقع السعودية أن ترتفع لديها الإيرادات بمعدل 12% إلى أن تصل إلى 1.045 تريليون ريال، مقدرة ذلك مقارنة بالعام 2021 إلى تحسن في أسعار النفط. كذلك تتوقع أن تخفض من حجم الإنفاق، وخاصة أنه كان لديها مصاريف قوية جدا خلال عام 2020-2021، تعود إلى محاولتها إلى تعافي أو مساعدة القطاعات جميعا بالتعافي من أثر طبعا جائحة كورونا، وبالتالي نتوقع أن يتراجع الإنفاق بمعدل 6%. توقعات أيضا بتحقيق الفائض لأول مرة منذ العام 2013 ليصل إلى حدود 90 مليار ريال. هذه التقديرات طبعا واضح لدينا أنه كانت 2020 نسبة العجز فيها مرتفعة، 2021 وتقديراتنا العامة أن ينتهي 2022 بتحقيق فائض، وهنا تنتقل السعودية في 8 أعوام إلى خانة الفائض. كيف ستتعامل السعودية مع تطورات الاقتصاد العالمي في موازنة 2022؟ وضعت 4 سيناريوهات، وهذه تعد سابقة فيما يتعلق باقتصاد يضع كل الاحتمالات والمتغيرات الجديدة بعد تجربة العالم مع تراجع أسعار النفط، التعافي الضعيف للطلب على النفط، وكذلك مع أزمة عالمية كان قد تسبب بها فيروس كورونا. وزير المالية السعودي قال هنالك 4 سيناريوهات للإيرادات خلال عام 2022 وفق تطورات الاقتصاد العالمي، وبالأساس يتحدث هنا عن مساعدة الحكومة في التعافي من الأزمات، وكذلك مقدرة أسعار النفط أن ترتفع وتصب في دخل الإيرادات أو في بند الإيرادات. سيناريوهات الإيرادات المحتملة، السيناريو طبعا السيناريو الإيرادات الهيكلية، وهو يعني بأن يتم تقليص عجز، تحول من العجز إلى فائض في الميزانية، ونحن نتحدث عن معدلات إنفاق سترتفع إلى 955 مليار بإيرادات متوقعة 903، يعني في عندنا عجز ولكنه محتمل. سيناريو الميزانية التي تم الإعلان عنها وهي تحقيق الفائض ب 90 مليار، وهذه تعود إلى طبعا ارتفاع أسعار النفط. بالنسبة للسيناريو الأقل وهو أن يكون هنالك فائض لدينا ولكن فقط ب 36. أما فيما يتعلق طبعا بالسيناريو الأعلى وهو احتمال تفاؤل كبير جدا إلى 175 مليار، يعني تتوقف في السيناريوهات الأربع بين عجز يصل إلى 52 ثم إيرادات أو فائض من 36 أقل وأعلى 175 مليار. السيناريو الثاني المستخدم هو لتقدير الإيرادات في الموازنة للعام 2022. طبعا تم مقارنة الكثير من الأرقام أيضا مع خلاصة 2021، وبالتالي حركة التفاؤل، وحتى تم تقدير ميزانية السعودية للأعوام الثلاث التي تلي العام 2021. ماذا عن الدين العام في موازنة السعودية؟ توقعات الدين العام للناتج المحلي في العام 21 بلغ 29.2، ارتفع طبعا إلى 938 مليار، بقي لدينا في العام 2022 بحسب التقديرات بذات النسبة، وسيستمر أيضا لدينا في هذه التوقعات للعام 2024. الاحتياطيات الحكومية لدى المركزي السعودي ستتوقع أن ترتفع إلى 381 مليار ريال، وأبرز مخصصات القطاعات في موازنة 2022، التعليم سيحظى طبعا بنفس الاهتمام 185 مليار ريال، بنود العامة 182، وهي تشمل طبعا الرواتب وغيرها، الصحة والتنمية الاجتماعية وكذلك الإنفاق العسكري ستستمر السعودية بدعمه بهذا الشكل. ماذا عن رؤية المملكة والأرقام الإيجابية للاقتصاد السعودي والتصريحات التي تلت الإعلان عن موازنة وميزانية 2022؟ القطاع غير النفطي متوقع حتى نهاية الربع الثالث طبعا أن يحقق أو حقق 5.4% نمو، القطاع الخاص 7%. معدلات البطالة تتناقص ولكن ليس بالشكل المطلوب، وولي العهد السعودي يقول بأن الإنفاق الإجمالي سيبلغ 27 تريليون ريال حتى العام 2030، أي أن تحقق المملكة رؤيتها وأيضا الغاية والهدف الأساس منها. التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة، الجي دي بي لدينا الفعلي في 2020
2020 كان قد تراجع، كان عن انكماش 4%، تطور إلى نمو 2.9% في 2021 وتوقع أن يرتفع إلى 7.4 في 2022. التضخم كان لدينا الفعل 3.4% كالتضخم العالمي، تم استيراد تضخم أيضا بال 2021 3.3%، سيتناقص بال 2022 بحسب التقديرات ليصل إلى 1.3%. كلها أرقام إيجابية ووعود هامة جدا، ولكن ستحتفظ السعودية بالسيناريوهات الأربع المحتملة لإيراداتها.